الرفيعي فتيحة، منتخبة بجماعة قلعة سراغنة، أمينة محلية جماعة قلعة سراغنة في حزب أسرة والمعاصرة. اللقاء التواصلي اليوم كان على إثر فيه نقاط كثيرة، مناقشات من بين مناقشات مستجدات السياسية الحزبية بناء على مخرجات المكتب السياسي. تم أيضا مناقشة المؤتمر الوطني النسائي اللي احنا مقبلين عليه. احنا كنساء البام تم تكوين لجينات محلية باش غادي يتم ان شاء الله التهيئ بشكل كبير للمؤتمر النسائي لإنشاء المنظمة النسائية البامية. وأيضا تم برمجة أنشطة نسائية محلية وإقليمية باش نكونوا في أتم استعداد للمحطة السياسية المقبلة اللي هي إنشاء منظمة نسائية فاعلة وعندها واحد الوزن اللي يستحقه حزب البام بقلعة سراغنة. وشكرا. البرش عبد الغفور، عضو جهة مراكش أسفي، مستشار بجامعة تملات، رئيس قطب التنظيم. اليوم الحضور ديالنا في اللقاء اللي تم في سيد رحال في اجتماع الأمانة الإقليمية بخصوص تفعيل لمخرجات اللقاء الأخير للمكتب السياسي والرامي اللي جعل 2023 سنة الرفع من التنظيمات الانتخابية والرفع من تهيئات الانتخابات واستحقاقات اللي غتجي في 2026 إن شاء الله. اليوم تم اجتماع مجموعة من الهياكل الحزب بالإقليم من الأمانات المحلية من أجل الإجماع على القيام بالانخراطات على مستوى الإقليم والتدارك والتهيئ كذلك لمؤتمر جهوي اللي غادي يتم إن شاء الله في شهر 3 إن شاء الله، والمؤتمر الجهوي عاد المؤتمر الوطني ل 2024. شكرا. فعلا ناقشت الأمانة الإقليمية التي اجتمعت اليوم بمدينة سيدي رحال مواضيع مختلفة وتهم بالدرجة الأولى السبل التنظيمية التي تعرفها الأمانة الإقليمية، وناقشت مختلف المراحل التي تمر منها الوضعية التنظيمية حاليا بالإقليم، كما ناقشت مختلف التدخلات وذلك وفق مخرجات اجتماعات المكتب السياسي للحزب. أيضا طرح المشاركون بعض القضايا الوطنية على الخصوص الغلاء، غلاء المعيشة وسبل الخروج من هذه الأزمة والمبادرة الحكومية التي تتجه نحو تخفيف هذه الوطأة وهذه الأزمة، كما تدخل المشاركون من أجل وضع سبل للاستعداد للمؤتمر الحزب المقبل في 2024.